ودك تستخدم مقاطع فيديو ومؤثرات صوتية وموسيقى بجودة ممتازة، بس أغلب المواقع اللي صادفتها تطلب اشتراكات شهرية بالهبل وانت بالأساس مطفر. تبغى تسوي فيديوهات إبداعية ومشاريع في المستوى فوق المطلوب من دون ما تدفع ولا ريال؟ لا تحاتي، في هذا الفيديو بعلمك على 4 مصادر مجانية بتوفر لك كل اللي تحتاجه لإنشاء مشاريع إبداعية احترافية. جهز شرابك المفضل وتابع الفيديو للآخر. موجود على هذه المصادر آلاف مقاطع الفيديو عالية الجودة مجاناً، وكذلك الصوتية. فاستخدامك للمؤثرات المرئية والصوتية بيعطي تأثير قوي ويجذب انتباه المشاهد في لقطة معينة. وأيضاً استخدام موسيقى احترافية في الخلفية دون الحاجة لشراء حقوق النشر أو دفع أي رسوم اشتراك، سواء كنت محرر فيديو أو طالب في الجامعة أو أي شخص ثاني يبحث عن محتوى مرئي عالي الجودة، فهذه المواقع بتكون مفيدة للغاية لك. يمكن تكون عارف لهذا الشيء بس ناسي، بس اليوتيوب نفسه يعتبر أحد المصادر الأولية والأساسية لمقاطع البيرول أو المؤثرات الصوتية. كثير من مؤثرات الفيديو أو المؤثرات الصوتية المشهورة اللي تشوفها أو تسمعها في القنوات أو الفيديوهات اللي تشوفها ممكن تحصلها بشوية بحث، أما بشكل منفرد أو داخل فيديو معين. قبل لا نكمل أحب أنبهك عشان ما تطيح في حفرة الكوبي رايت، لأن هذه الأصوات أو المؤثرات اللي سمعتها قد ما تكون متاحة للجميع، ممكن يكون هو شاري حقوق استخدامها. فالأفضل تستخدم الأشياء اللي عليها عدد مشاهدات كبير واستخدام كثير، وأيضا تكون متاحة للاستخدام من قنوات موثوقة. مثال على ذلك راح نبحث هنا copyright free sound، راح يطلع لنا عدد من الفيديوهات. مثلا راح اختار هذا الفيديو، ننزل لصندوق الوصف لهذا الفيديو، هنا تحت راح نحصل This content is 100% royalty free، معناته أن هذا المقطع قابل للاستخدام من دون حقوق ملكية، وبإمكاني استخدمه في برامج التحرير من ضمنها بريمير برو، افتر افكتس، دافينشي ريزولف إلى آخره. راح أوريكم مثال ثاني في فيديو آخر. هنا راح تحصل كلمة مكتوب purchase and download، معناته أن لازم تدفع بالأول عشان تقدر تستخدم هذا المقطع الصوتي. وهذه الجملة مكتوب أول ما تدفع راح يمديك تستخدم المقطع الصوتي في فيديوهاتك. أيضا اليوتيوب عنده مكتبة audio library تقدر تشوفها من خيار أنك تضغط على صورة بروفايلك أعلى يمين الشاشة وتروح هنا يوتيوب ستوديو، تضغط عليه وتروح إلى الداشبورد، تنزل أسفل القائمة راح تحصل الأوديو لايبراري. في هذه المكتبة راح تحصل حوالي 600 مقطع موسيقي من هنا راح تحصل خيار attribution not required، أعطاك كريدت غير مطلوب، وهنا مطلوب هذا الاتريبيوشن نوت ريكوايرد، تقدر تستخدمه بكل امان. تمرر الفار هنا ويعطيك رسالة، بينما هنا الكرياتيف كومنس اتريبيوشن اعطى النسب مطلوب، اعطى الكريدت. كيف الطريقة؟ تضغط اظهار التفاصيل هنا، ثم تنسخ هذا النص المحدد أو زر كوبي بيست للأسفل، وبعدها تحطه في صندوق الوصف في الفيديو حقك. لو كنت تدور بالتحديد على مؤثرات صوتية، موقع فري ساوند متخصص في هذه الشغلات وعنده مكتبة ضخمة تضم أكثر من 300,000 مؤثر صوتي عبارة عن مساهمات مستخدمين زيي وزيك. تروح إلى الأصوات من اختيار ساوندز، راح تشوف هنا تصانيف التراخيص للمقاطع الصوتية الموجودة في هذا الموقع. أول واحد مكتوب عليه Approved for Free Cultural Works، هذا يجمع بين الخيارين اللي تحته مباشرة، أي أنك تقدر تحقق منه ربح. اللي تحته مكتوب عليه
Creative Commons Zero، هذا اللي تقدر تستخدمه من دون ما تنسب الفضل إلى صانعه أو إلى الموقع. وأيضا ما تخاف أنك تطيح في حوسة حقوق النشر. الثالث Attribution، هذا الخيار لازم تنسب الفضل أو الكريدت إلى الموقع. واللي بعده Attribution Non-Commercial، هذا مو بس تنسب الكريدت إلى الموقع وأيضا ما تقدر تحقق منه أي ربح. آخر واحد Sampling، هذا ما تحتاج تشغل نفسك به. الثاني والثالث هم اللي راح تحتاجهم من هذا الموقع. هنا أيضا بتحصل تصانيف فرعية، صيغة الملف منها ويف MP3، تحديدات اللي تحتها مباشرة للأشخاص المتخصصين في دقة الصوت. الحين نروح إلى اختيار Creative Commons Zero، وهذه المقاطع تحت التصنيف المشاعر الإبداعي. نرجع إلى اختيار Attribution عشان نشوف سوا وش اللي نحتاج نسويه إذا عجبك المقطع وبغيت تنزله. تضغط على اسم المقطع، ومن هنا Get Attribution Text، وهذا النص اللي تنسخه وتحطه في صندوق الوصف في الفيديو حقك. ومن هنا التاجز راح تساعدك في البحث إذا ما كنت تعرف بالضبط الوصف اللي تحتاجه. هذا الموقع عبارة عن مكتبة ضخمة هائلة من مقاطع الفيديو والصور المصورة بدقة عالية، تم مشاركتها من قبل مصورين محترفين بغرض الترويج والدعاية لشغلهم. طبعا من خلال هذا الموقع تقدر تحمل الفيديوهات وتفعل خيار الربح من المقاطع دون الحاجة لنسب الكريدت للمصورين، لكنهم راح يكونوا ممتنين لك إذا قمت بهذا الشيء. ننزل الحين نتصفح الصور. من هنا راح نضغط على صندوق البحث، راح يطلع لنا اقتراحات في المطبخ، ثقافة القهوة، قهوة الصباح، فيديوهات للقهوة. خلنا نختار قهوة الصباح ونشوف الصور الموجودة تحت هذا التصنيف. هذه صورة قهوة مفلترة. من هنا نضغط زر التحميل، راح تحصل عدة أحجام للمقطع. أنا باختار ميديوم وحمل الحجم المختار. بعد ما تحمل الملف مباشرة راح تطلع لك رسالة طلب شكر، بإمكانك تشكر المستخدم عن طريق التبرع له أو نسخ النص الموجود عندك. هنا يوجد أيضا خيار المتابعة على الموقع، وموجود صفحة الإنستغرام إلى المستخدم. في النافذة اللي تحت الرسالة برنامج الكانفا، إذا حبيت تروح للبرنامج مباشرة وتعدل فيها على طول. موجود تحت الصورة أيضا زر راح يظهر لك معلومات هذه الصورة، وهنا فوق تجميع الصور اللي تحب تستخدمهم فيما بعد، وزر الإعجاب، وهنا الفيديوهات. ننزل بعد ونشوف الفيديوهات الموجودة على الموقع. مثلا هنا نضغط على فيديو الأمواج اللي على الشاطئ بتصوير الدرون، تقدر تستخدمها في فيديو له علاقة بالاسترخاء. من سهم التحميل راح تشوف الأحجام المتوفرة للفيديو، تختار الحجم اللي تحتاجه وتضغط تحميل. هنا نفس الكلام اللي قلته بعد تحميل الصورة، التبرع، نسخ النص في صندوق الوصف، والتعديل في الكانفا. أيضا الموقع حاط لك بعض التنبيهات بخصوص المسموح والممنوع والأشياء القانونية في استخدام الفيديو. كل الصور والفيديوهات على البكسل المجانية للاستخدام. إعطاء الكريدت للمصور على بكسل غير ضروري، بس راح نحبك إذا سويت نسب. تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من بكسل اللي مو مسموح
استخدام صور فيها أشخاص بشكل مسيء أو مهين، بيع الصور أو الفيديوهات غير معدلة بحد ذاتها كبوسترات أو مطبوعات. ما تعيد استخدام وتبيع الصور والفيديوهات على منصات صور أخرى. ما تستخدم الصور والفيديوهات كجزء من علامتك التجارية. من خيار استكشاف هنا توجد روابط أخرى. نجرب نروح على الليدر بورد، بتحصل فيه قائمة بأسماء الأشخاص اللي عندهم أعلى المشاهدات، وجنبهم عدد المساهمات، عدد الصور والفيديوهات اللي رفعوها على بيكسل. أيضا من استكشاف تقدر تحصل نتائج البحث الأكثر شعبية، مقولات، أشياء على الانستغرام، طبيعة، زهور. راح أرجع الحين للصفحة الرئيسية وأدور بكلمات البحث تحت الفيديو. ببغاء، طبعا كل الناس تحب الأشياء اللطيفة الكيوت، صح؟ شوف كمية اللطافة هنا. صح، قبل لا أنسى، هذه بعض الصور والملفات اللي تحت موقع آيستوك، واللي يعتبر موقع مدفوع ويطلب تسجيل. راح أضغط على الصورة عشان أوريك الفرق. راح تلاحظ على الصورة العلامة المائية للموقع. حبيت أوريك مقطعين فيهم كمية لطافة وتثلج صدرك قبل لا ننتقل للمصدر التالي في القائمة. طيب يا أستاذة، ما لي مزاج أتنقل بين المواقع، أنا أبغى موقع واحد يلم كل الحاجات الحليوة اللي أحتاجها. طلبك عندي يا تلميذي، لا تقول ولا كلمة زيادة. مكسكت يعتبر مكتبة شاملة لكل الأشياء اللي تحتاجها، مقاطع فيديو اللي تستخدم كبيرول، موسيقى، مؤثرات صوتية. موجود أيضا قوالب جاهزة لأربع برامج تحرير فيديو: فاينل كات برو، دافينشي ريزولف، أفتر إفكتس، بريمير برو. ها، وش تبغوا بعد أكثر من كذا؟ جاب لكم قوالب جاهزة لأكثر البرامج قوة وشعبية. تقدر أيضا تروح إلى الفيديوهات والموسيقى من الشريط اللي فوق هنا. نضغط على فيديو ومن هنا نشوف قائمة الفيديوهات المتاحة على الموقع. ومن الشريط الفوقي هنا تقدر تشوف عدة قوائم خلفية، عمودي، تقدر تستخدمها في الانستغرام، طبيعة، حيوانات. مثل ما تشوف هنا الفيديوهات الأولية راح تكون تابعة إلى موقع انفاتو إليمنت. راح نضغط على واحد منها، بتشوف عليه العلامة المائية تبع موقع انفاتو إليمنت. خلنا نروح لفيديو آخر. هذا فيه نجوم بذرات الثلج. راح نشوف الأحجام المتاحة للفيديو، وهنا رخصة الاستخدام للفيديو. من هنا الموسيقى، تبحث في الملفات عن أي مقطع يشد انتباهك، تستمع له وتعلي تضغط تحميل إذا عجبك. من فوق نوع الموسيقى، المود إذا كنت مضطرب، حزين، منقهر، والتاج. لما تبحث بكي وورد معينة وتنزل تحت راح تشوف النتائج الأولى بعض المقاطع الصوتية المندرجة تحت موقع انفاتو إليمنت. انتبهوا شويتين، تراها ما هي مجانية لأنها تابعة أصلا لمنصة انفاتو إليمنت، وهي منصة مدفوعة بالكامل. ميكسكت هو الفرع المجاني حقهم واللي قاعد تصفح فيها الحين. ومن هنا المؤثرات الصوتية، تنزل تستكشف الملفات. الشريط الفوقي يعطيك الأنواع المتوفرة: انتقالات، طبيعة، مضحك، تنبيهات، وهنا أخرى. نروح إلى التمبلتس أو القوالب الجاهزة لبرامج تحرير الفيديو. نشوف قدامنا هنا أقوى أربع برامج في الوقت الحالي: دافينشي ريزولف، فاينل كات برو، أفتر إفكتس، بريمير برو. لأني الحين قاعد أستخدم دافينشي ريزولف، راح أروح إلى أشياء. مرة ثانية في الشريط الفوقي راح تحصل قوائم بالأشياء المتعلقة بالقوالب الجاهزة: عناوين،
أشياء على الإنستغرام واليوتيوب انتقالات، وأنت براحتك تكتشف تالي بعدين. تنزل وتشوف الملفات، تمرر الفار على الملف وتشوف عرض إلى الملف، إذا عجبك تضغط عليه. تضغط تحميل قالب مجاني. هنا رسالة توضح لك رخصة استخدام القالب، وأيضا شرح تفصيلي كيف تستخدمه في البرنامج. أغلب العناصر الموجودة في هذا الموقع تقدر تستخدمها من دون قيود على الربح، ومن دون الحاجة لنسبها للموقع، مع بعض الاستثناءات البسيطة. وبتكون بالعادة هذه الملفات في قسم الـ4K والجرين سكرين والعد التنازلي. أوكي، عرفت وش موجود في الفيديو من الموسيقى والمؤثرات الصوتية وكل شي تمام، بس استنى بعطيك بونس صغير بتشوفه عبر هذه الطريقة. تضغط الايكونز وتكتب الكلمة المطلوبة اللي ودك فيها. بكتب كوفي هنا لاني من عشاق القهوة. تدا، حولنا على موقع يعرض ايقونات اقدر استخدمها في برامج الرسم مثل كانفا وانكسكيب. موجود أيضا رسوم توضيحية. صيغة الأيقونات والرسوم التوضيحية الموجودة على هذا الموقع قابلة للتكبير والتصغير في برنامج الرسم اللي تستخدمه من دون ما تفقد دقتها. والحين يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة، دام عرفت في هذه المصادر المجانية الأربع، عندك كل اللي تحتاجه عشان تسوي فيديوهات جاذبة من دون ما تصرف ولا ريال. ابتدي حمل مقاطع الفيديو والمؤثرات الحين. أيضا الموضوع مو محصور على هذه المواقع، في مواقع أخرى مجانية، بس هذه القائمة الأكثر موثوقية وتنوع وجودة. تقدر تبتدي بهذه المواقع المجانية وشاركني إبداعاتك. ضغطك على زر اللايك وكتابة التعليق بأصابعك الجميلة راح يساعدني أن الخوارزمية راح تشوف الفيديو وتقترح على مزيد من الناس، وراح يحمسني أنشئ فيديوهات أخرى. وأشوفك على خير في المرة الجاية إن شاء الله.